السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، وطيب الله أوقاتكم بالنور والبركة. نبدأ حصادنا لهذا اليوم بالعناوين الأبرز. مشاهدي الأحبة حياكم الله. يشكل الفساد بكل أنواعه آفة خطيرة تداهم كل مظاهر الحياة، وهو لا يخص أي مجتمع بعينه أو دولة بذاتها، وهو ظاهرة عالمية. لكن للعراق حصة الأسد الفساد أحدث تآكل في قدرة مؤسسات الدولة على مساعدة القطاعات المختلفة في تجاوز التحديات. وفي اليوم الدولي لمكافحة الفساد، فإن الجهود تصب في إذكاء الوعي بهذا الوباء، وهذا ما شدد عليه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي. أعد التصدي لهذه الجائحة بالمهمة الوطنية، وشدد على مفاهيم التعاون وتكامل الأدوار بين السلطات المعنية والجهود المدنية التطوعية ليطوي العراق أصعب صفحات المعقدة منذ سنوات قد خلت. أما في ملفنا الثاني مشاهدي راح نتحدث عن ما عاد الفارق الكبير بين سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار إلى واجهة الأحداث مجدداً بعد أن سجلت مؤشراته تراجع خلال الأيام الماضية. مزاد العملة، مركز الاضطراب الرئيس الذي سجله هو الآخر تراجع في نسب البيع لمستويات تقترب من نصف مبيعاته سابقاً، تتعلق بعقوبات على مصارف معينة متهمة بتهريب العملة فضلاً عن البيع في الأسواق السوداء. وبرغم تباين الآراء عن السبب الحقيقي المؤدي إلى هذا الارتفاع، لكن الثابت في المعادلة تضرر طبقات غير قليلة، وهو ما يستوجب المعالجة الحكومية. إذن مشاهدي الأحبة خلونا نتابع هذه الملفات ونفتحها تباعا مع ضيوفنا الكرام. تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. في اليوم الدولي لمكافحة الفساد شدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي على أهمية تبني استراتيجية شجاعة وفاعلة تكون مسؤولة عن مواجهة تغلغل الفساد في بنية الدولة العراقية وتفعيل برامج مكافحته. خلونا نفتح هذا الملف لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. في اليوم الدولي لمكافحة الفساد هذه الآفة الخطيرة التي تتغلغل في مفاصل الدولة وتهدمها تباعا، وللوقوف أمام مسبباتها والحد من خطر انتشارها، أصدر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي بيانا استعرض فيه مستويات خطرها ونقاط العمل على تفكيك تشابكها، مؤكدا على مكافحة هذه الجائحة التي ترتقي للمهمة الوطنية. فجهود مكافحة الفساد تستلزم عملا جماعيا بمشاركة كاملة من السلطات العامة والخاصة والمجتمع المدني من خلال التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة والعمل على تكاتف جهودها لتعزيز الفاعلية وتحقيق نتائج مهمة. فاليوم الدولي لمكافحة الفساد يسلط الضوء على التزامات ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ القانون لزيادة الوعي بآثار الفساد في أوقات الأزمات، والتأكيد أن التعافي لا يمكن تحقيقه إلا بالنزاهة والمساءلة. فالشيخ حمودي يدعم كافة التدابير التي شرعت لكي تجد طريقها للتنفيذ بما يضمن انتصار العراق على الفساد كما تغلب على الإرهاب، من خلال توفير الأرضية المناسبة للشفافية العامة وتدعيم النقاشات حول تغليظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم، وصولا إلى إيجاد خطوات نوعية وأساليب تدعم التحري والتقصي وفق منهجية توقف استنزاف هذه الظاهرة للخزائن العامة للدولة. علي حبيب، الأيام الفضائية.
من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ قاسم العبودي عضو الهيئة عام المجلس الأعلى للإسلام العراقي. حياك الله أستاذ قاسم ضيفا كريما، وأرحب بضيفي الكريم أستاذ حيدر رشيد الباحث في الشأن السياسي. أستاذ حيدر أبدأ مع حضرتك، نتحدث اليوم عن حجم الفساد الناخر في مؤسسات الدولة، وبما أنه إلى يوم عالمي فالمطر مساوي مثل ما يقولون شيابنا، لكن بالعراق أصبح تجاوز الظاهرة بل أصبح آفة تنخر جسد الدولة العراقية. هذا الموضوع هل يحتاج إلى شجاعة وحزم للتصدي إلى هذا الفساد كما يحدث الآن من إجراءات اتخذها الحكومة الحالية؟ نعم، مساء الخير أستاذ أحمد، تحية لك وإلى الضيف أستاذ قاسم، مشاهديكم الكرام أجمل التحايا. حقيقة أثناء مشاهدتي واستماعي للتقرير من قناتكم المؤقرة، حقيقة سماحة الشيخ حمودي ضرب نقطة جوهرية أثناء البيان وتطرق إلى الجهد السياسي. حقيقة الفساد العراقي آفة، حقيقة نهشت العملية السياسية وآفة كبيرة جدا، ويلمس هذه الآثار السيئة المواطن العراقي. حقيقة عملية مكافحة الفساد بالطرق التقليدية داخل الجغرافيا العراقية لا تجدي نفعا في هذه المرحلة. تعرف حضرتك وكل المتتبعين المشهد السياسي العراقي يعرفون ويعون مدى هذا الفساد وكيف انعكس والقى بظلاله على العمليه السياسيه من جهه، وعلى طبيعه المجتمع العراقي من جهه اخرى، ناهيك عن جميع المجالات الموجوده التي يدخل بها الفساد، والذي حقيقه ترك بصمات وما عنك بعيده، قضيه القرن وسرقه القرن. حقيقه نحتاج الى معالجات جذريه. الواقع المراقب يلاحظ ان عمليه معالجه الفساد داخل الدوله العراقيه هي تبدا من القاعده. انا اعتقد القاعده تبدا ببناء جيد، لكن عندما نريد ان نهدم هذه العمليه الفاسده نحتاج ان نضرب الهرم. يعني العمليه معكوسه، عندما نبني نحتاج الى قاعده، عندما نهدم، واتحدث عن جزئيه الفساد داخل الدولة العراقية، نحتاج أن نضرب هرم هذه المثلث، ونحتاج حقيقة قوة سياسية داعمة لهذه الجزئية اللي نتحدث عنها بالتعضيد من الجهاز القضائي والجهاز الحكومي. أنا أعتقد نحتاج قرار من الدولة العراقية ولا نحتاج تشريعات، باعتبار أن الدولة العراقية هي مدخمة بالتشريعات التي تكافح الفساد، لكن نحتاج قرار جريء وقرار قوي ويعضد من خلال القضاء العراقي. أحمد، طيب أستاذ قاسم، لما يتفضل أستاذ حيدر رشيد بهكذا ملاحظات هذا الموضوع حين لما ورد في بيان الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى للإسلام العراقي لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، واللي شدد في هذا البيان على نقطة مفصلية بأن يكون هنالك إزاء هذه المكافحة أن تتسم بالتضافر، تضافر جميع الجهود وبين جميع القطاعات، مؤسسات، أفراد إلى آخره. طيب هذه المفردات هل ستكون كفيلة بالحد من ظاهرة الفساد فضلا عن القضاء عليه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولضيفك الكريم والمتابعين الكرام في كل مكان. قطع سيدي الكريم، يعني عندما انطلق سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي في هذا البيان الذي حقيقة أوجز عملية الفساد الكبرى وأسماها بالجائحة، فقد كان دقيقا في الوصف، باعتبار أنه هذه حقيقة الفساد المالي والإدارة الكبير يعني هو جائحة يجب أن نقف لها بحزم جميعنا، يعني المفاصل الرقابية والقانونية والقضائية وحتى السياسية. هو أشار إلى مسألة المفصل السياسي في عملية مواجهة هذه الآفة وهذه الجائحة، باعتبار أنه ربما هنالك بعض الجهات السياسية التي تحمي بعض الفاسدين وتحاول بطريقة أخرى حقيقة استمالة هؤلاء، يعني ومن ثم زجهم في المجتمع مرة أخرى. لذلك نقول أنه البيان واضح، المجلس الأعلى للإسلام العراقي يعني من الأحزاب يعني القديمة، يعني من الرعيل الأول للسياسيين العراقيين، وكان هنالك لدينا وزراء من المجلس الأعلى يعني على دورات متتالية لم تثبت ملفات النزاهة ولا القضاء العراقي أي ملف من ملفات الفساد على هؤلاء الوزراء. وخير دليل مثلا السيد أكرم الحكيم كان وزيرا للزراعة ولم تثبت عليه ملفات فساد، كان السيد صولاغ القيادي السابق في المجلس الأعلى للإسلام كان وزيرا لأربع وزارات ولم تثبت عليه هيئة النزاهة
ملف من ملفات الفساد، لكن عندما يتكلم السيد إمام حمودي يتكلم من أرضية إيمانية صلبة وقاعدة عقائدية مؤمن بها الرجل أنه الفساد جائحة ويجب على كل شرائح المجتمع فضلا عن المؤسسات الرقابية بالتصدي لهذا الظاهر الذي استشرف بشكل كبير وقد أرهقت المواطن العراقي على مر الحكومات المتعاقبة على المفصل الحكومي العراقي من عام 2004 إلى هذا اليوم. لذلك بيانه واضح جدا وأعتقد وغزة في الوقت المناسب باعتبار أنه على الجميع أن يتحمل مسؤوليات الأخلاقية والشرعية والدستورية من أجل مواجهة هذه الجائحة التي حقيقة استشرت بشكل كبير جدا. طيب أستاذ حيدر، يعني بهكذا حالة ونرجع إلى بيان شيخ حمودي يؤكد بأنه على كل الأطراف الداعمة للعملية السياسية أن تتحمل مسؤولية التعاون والرقابة والمتابعة، ويكون هنا اشتراط الدعم مشروط بالعمل الجاد. بالتالي لما نتحدث عن هذه الحكومة بأصلها هي حكومة الإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي هو نواة تحالف إدارة الدولة، بالتالي هي نتحدث عن منظومة كاملة، فهل تستطيع هذه المنظومة أن تتعاون فيما بينها بالرقابة والمتابعة وتقديم الفاسدين إلى العدالة؟ نعم، نقطة جوهرية جدا، المراقبة جدا مهمة، لكن للأسف الشديد خلال هذه الحكومات التي تعاقبت على الدولة العراقية هي تفتقر إلى المعارضة. من الذي يراقب؟ من الذي يقوم؟ نحتاج إلى معارضة. لا بأس شكلنا حكومة، لكن هذه الحكومة جميع الأخوة اللي موجودين داخل البرلمان هم مشتركين في هذه الحكومة، فنتحدث عن مراقبة وعن محاسبة وعن تقويم. ممكن جدا إذا توفرت النية الحقيقية لدى هذه الأحزاب بالمراقبة وتقديم الفاسدين ممكن أن ننجح إلى حد كبير وممكن أن نقضي على الفساد، لكن يكون مشروط بالنية الحقيقية لدى هذه الأحزاب. متى ما توفرت النية الحقيقية أنا أعتقد هذه النقطة ستكون مرتفعة إلى حد كبير. قضية الفساد قضية كبيرة ولا تعالج لا بسنة ولا بسنتين، نحتاج إلى عقد أو عقدين من الزمان حتى ننتهي من هذا الفساد الذي استشرى في جسد الدولة العراقية. سماحة الشيخ حمودي حقيقة اهتم بهذا الموضوع، البيان كان واضح، وضع إصبعه على الجرح، لكن نحتاج إلى مساندة هذه القوى المجتمعة مثل ما سميتها الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة. إذا توفرت هذه النوايا الجيدة باتجاه مكافحة الفساد أنا أعتقد راح نمضي بشوط كبير وممكن أن نحقق إنجازات على المستوى المنظور والبعيد. يحتاج إلى خطة استراتيجية، نعم الخطة الاستراتيجية تتأخر، لكن على المستوى المنظور والقريب ممكن أن نحقق إنجازات. أعتقد حكومة السيد الشاع السوداني بدأ واضح للمراقبين السياسيين وبدأ يضرب مكامن الفساد، لكن أنا أعتقد هو ما ضرب هرم الفساد، بدأ يتحدث عن الوسط فما دون. نحتاج إلى هرم هؤلاء الفاسدين، وهذه تحتاج إلى إرادة سياسية وإلى تعضيد من قوى الدولة والإطار التنسيقي على حد سواء. طيب هذا الهرم اللي سماه أستاذ حيدر هرم الفساد وطريقة ضربه أستاذ قاسم، نتحدث عن المؤسسات، مؤسسات الدولة والفساد فيها دائما ما يتخذ غطاء سياسي، وتكون هذه الأغطية السياسية هي وسيلة لتحمي وتبرر التحركات العابثة بالمال العام وسوء الإدارة، وهذا ما بدأ واضحا من الملفات على سرقة القرن وغيرها من الشخصيات التي كانت مؤتمنة على الأموال وبالتالي أصبحت في خانة المتهمة بخيانة الأمانة. سيدي الكريم، يعني أشار سماحة السيد الشيخ إمام حمودي عفوا إلى مسألة مهمة جدا في بيانه، أنه معالجة هذه الآفة وهذه الجائحة المسمات الفساد يجب أن تكون على كافة المستويات. يعني عندما قال يعني هنالك يجب أن يكون جهد سياسي كان يعني ذلك تماما، وهو قائد من قائد الإطار، يعني هنالك جهات سياسية تحمي بعض الفاسدين بطريقة وأخرى. لذلك كما أسلف الضيف الكريم يجب أن نبدأ من رأس الهرم، يعني أن نفعل أولا الملفات القضائية ضد الحيتان الكبير الفساد والرؤوس الضخمة باعتبار أن هؤلاء يمثلون خطر على الشعب العراقي.
يعني هناك تسريبات يعني شعبيه كما يقال في المثل الدارج انه الانمار رجعت وخلص كفى الله المؤمنين القتال، لكن الحقيقه انا برايي القاصر هذا ليس منجز ان تعاد الاموال مره اخرى، الاموال ممكن تعاد في اي لحظه، لكن ضرب هؤلاء الفاسدين وتقديمهم للعداله حتى يكونوا عبره لمن اعتبر، اعتقد هو هذا البناء الحقيقي لاعاده هيبة الدولة والقوانين العراقية في موضوعة الفساد المستشري في وزاراتها. حقيقة يعني ليس فقط القضاء وليس فقط الإعلام، يعني يفترض هنالك مراكز بحثية تضع خطط مدروسة معينة بمواصفات معينة من أجل تثقيف أبناء الشعب العراقي العاملين في القطاعات المختلفة في وزارات الدول المختلفة. يعني يجب أن يكون هناك تثقيف بجانب الرادع القانوني والقضائي ضد هؤلاء الفاسدين. لذلك يا سيدي الكريم الموضوع كبير جدا، لكن ليس صعب أن يعالج، هناك مجموعة حلول موجودة لدى الكثير، هناك بعض المشاريع التي من ممكن أن يعمل عليها أو تعمل على بعض المراكز البحثية بالاتفاق مع بعض السياسيين العراقيين، من الممكن أن نصل إلى نتائج ربما تكون يعني أنا برأيي القاصر تكون إنجاز كبير في محاربة الفساد أو بداية طريق من أجل محاربة هذه الجائحة التي استشرت بشكل كبير في الساحة العراقية من عام 2003 إلى هذا اليوم. أستاذ حيدر، أيضا لا نغفل بما أنه هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نتحدث عن المنظمات الدولية، مدى ضرورة إشراك هذه المنظمات بتحديد هذا الفساد، تحجيم هذا الفساد، وبلحاظ النظر نأخذ ما يعني أوصى به رئيس الحكومة بضرورة التعاقد مع شركة دولية لتدقيق الحسابات وغيرها حتى يستطيع العراق أن تكون لديه قاعدة بيانات وأرقام على كمية الأموال المهدورة على أقل تقدير. نعم، جدا مهم التعاقد مع شركة عالمية رصينة حقيقة حتى يخلص من هذا الضغط الحاصل من الأحزاب. تعرف حضرتك وكل المشاهدين الكرام يعرفون هم الفاسدين من أين يأتون، يعني الدرجات الخاصة، الوكلاء، الوزراء، بغض النظر عن التسميات، ما يأتون من الأحزاب. يعني هذه الحكومات هي حكومات أحزاب، بالنتيجة إذا وجد من هؤلاء الأشخاص اللي قلناهم قبل قليل من الفاسدين وعليه ملفات فساد، فأكيد راح يكون هناك ضغط من الأحزاب. حتى نخلص من هذا الموضوع أتينا بشركة فاحصة عالمية حتى نخلص من هذه الجزئية، وهذه نقطة ذكية جدا من قبل رئيس الوزراء، وأنا أجدد على هذا القرار، وقرار مهم جدا ممكن أن يفضح لنا الكثير من هؤلاء الفاسدين الذين فسدوا وعاثوا بالأرض فساد حقيقة. نقطة أخرى حقيقة على الحكومة العراقية أن تتعاون مع هذه المنظمات الدولية. المنظمات الدولية ممكن أن توفر لنا دورات مهمة وبروتوكولات مهمة تعضد من النية الحقيقية للدولة العراقية حتى تكافح هذا الفساد. ممكن أن تكون هناك اتفاقات واتفاقيات بين هذه المنظمات والدول الذين ينتمون إليها هذه المنظمات، باعتبار أن هذه الأموال عندما تسرق ويكون هناك فساد مالي بالنتيجة راح يذهب إلى هذه الدول. أنا أعتقد نحتاج إلى علاقات وإلى اتفاقيات وتوطيد هذه العلاقة بين العراق وهذه المنظمات، ممكن أن تساعد الكثير للدولة العراقية. طيب أستاذ قاسم، استخدام الأنظمة والحوكمة الإلكترونية وغيرها من هذه التفاصيل التقنية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، الأتمتة، غيرها من هذه المسائل اللي بدأت الدول باستخدامها بشكل طبيعي، العراق لحد الآن متأخر ومتلكئ بهذا الموضوع. ماذا لو استخدمت هذه التقنة أو تكنولوجيا المعلومات هل في مفاصل الدولة، هل ستحد من الفساد المستشري؟ قطعا سوف تحد بقدر معين، لكن تبقى مسألة أستاذ أحمد مهمة جدا. يعني عملية الانشطار بالرؤى السياسية بين الفرقاء السياسيين ألقت بظلالها على هذه المسألة. يعني هنالك عمليات تسقيط من بعض الأحزاب على بعض الأحزاب الأخرى، هناك عمليات تنكيل، هنالك بعض الحقيقة يعني الإسقاطات الكبيرة بهذا الخصوص. لذلك أنا أعتقد أنه يجب أولا ترميم العملية السياسية من الداخل، يعني حفظ البيوتات، يعني لا انشطار في البيت الكردي ولا انشطار في البيت السني ولا في البيت الشيعي، ومن ثم الذهاب إلى بناء عملية سياسية ناضجة تتلائم مع الأنظمة الديمقراطية الحديثة في العالم. ومن ثم هنا ممكن يعني نجيب جهازين 14 أجهزة ممكن أن نفعلها في هذا المفاصل التي نرى أنه من خلال يكون يعبر الفاسدون. لذلك يا الكريم الموضوع ليس متعلق بالأجهزة فقط، لكن ببناء الإنسان نفسه وبناء بعض الذين شذوا خارج السرب. هنالك حقيقة بعض الذين ذهبوا بعيدا، يعني اعتبروا أن مسألة الاستحواذ على المال العام
عملية المغانم يعتبروها يعني إنجاز كبير لهم، يعني لا تكون رجولتهم مكتملة إلا أن يكون هنالك فساد مالي وإداري في الملفات التي أنيطت لهم. لذلك يا سيد الكريم الأمور مجتمعة، الأجهزة الإلكترونية، الحوكمة، يعني باقي الأشياء التي ذكرتها من الممكن أن تأتي بثمار، لكنه برأيي أنه يجب أن نعيد مرة أخرى بناء عملية سياسية ناضجة وفق رؤى ديمقراطية حديثة من الممكن أن تقرب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. وقت ذاك بدل ممكن أن ندخل هالأجهزة الإلكترونية التي أو الشركات الفاحصة التي ممكن أن تكشف عن هذا الجائحة في وقت مبكر قبل استشرائها في مفاصل الدولة العراقية وفي بعض المفاصل الأخرى. نعم. طيب أستاذ حيدر، لا ننسى ونغفل جانب مهم من مكافحة الفساد أو من جانب النزاهة، هو الوقاية من الفساد. مكافحة الفساد بهذه الطرق المباشرة وغير المباشرة هذا جانب تحدثنا عنه، ولكن الوقاية من الفساد يعني هذا الجانب مهم، جانب توعوي، جانب تثقيفي، تنشئة، بناء ذات، بناء قدرات. هذا الموضوع عندنا يعني مسارات في العراق اتخذناها، أنشأنا جيل من الموظفين يتمتعون بهذه النزاهة، اشترطنا اشتراطات في التعيين والتوظيف حتى في الدرجات الخاصة، حتى في البرلمان، يعني لو عندنا فقط هي العبارة حسن السيرة والسلوك، وطيب ما المعيار بهذه العبارة؟ ومن ثم تنتخب ناس وبالتالي يطلعون فاسدين وهم من يقوم بصفقات كبيرة جدا بالفساد. نعم، كأنك تتحدث عن البعد الأخلاقي لدى الموظف والمواطن العراقي، لا بأس بهذا الموضوع، لكن الأهم من هذا كله هو الأجهزة التي تراقب، الأجهزة الحكومية التي تراقب. يوجد مثل عراقي يقول المال السائب يعلم على الحرام، هكذا تربينا حقيقة. احنا الأموال والدولة العراقية تتمتع بميزانيات انفجارية كما يعبرون، هذه الأموال تصرف إلى الوزارات والوزارات إلى المدراء العامين. أعتقد هذه المبالغ الفلكية أمام هذه الموظفين مع ضعف الأجهزة الرقابية، أعتقد بالنتيجة راح يكون هناك فساد. من وجهة نظري ومن خلال قناتكم المؤقرة، أنا أعتقد كلما تعددت الفلاتر وكلما تعددت الأجهزة الرقابية، نعتقد راح نحد من عمليات الفساد المالي والإداري إلى حد كبير. لذلك يعني أدعو إلى إعادة المراقبين، وأدعو إلى دخول مراقبين جيدين وأزيد من النظام، أزيد من نظام أتمتة حقيقة. نظام الأتمتة تحدثت به قبل قليل، أنا أعتقد أنه مهم جدا للمنافذ الحدودية، المنافذ الحدودية، ومن خلال قناتكم مرة أخرى أدعو إلى أتمتة المنافذ الحدودية. يوجد فساد كبير في المنافذ الحدودية، أنا أعتقد إذا ما اتجهت الحكومة العراقية إلى أتمتة هذه المنافذ، أنا أعتقد ممكن أن نحد من هذه العمليات الفساد الحاصلة في هذه المنافذ. البعد الأخلاقي جيد، لكن نحتاج إلى حقيقة أزيد من مراقبة، أزيد من جهاز رقابي، حتى نخرج من هذا المأزق حقيقة التي وقع فيها مؤسسات الدولة العراقية. أحمد، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حيدر الرشيد الباحث في الشأن السياسي، أثريت الحوار في هذا الملف، وتتفضل البقاء معي الأستاذ قاسم العبودي كي نتابع في الملف الآخر. مشاهدي الأحبة، مجددا حياكم الله، وجد ترحابي بك أستاذ قاسم العبودي، وأرحب بضيفي الكريم الخبير الاقتصادي الأستاذ علاء الفهد، حياكم الله ضيوف الكرام. أستاذ قاسم، قبل الجنب الاقتصادي خلينا نحكي على الجنب السياسي. سعر صرف الدولار هل تتحكم فيه الأوضاع السياسية؟ شو هدأت الأوضاع زايد الدولار، توترت الأوضاع أيضا زايد الدولار، شنو الموضوع أو قضية حاكمية الوضع السياسي على ارتفاع سعر الصرف؟ نعم سيدي الكريم، طبعا تحية لكم مرة أخرى ولضيفك الكريم.
نعتقد يا سيدي الكريم موضوع ارتفاع وانخفاض سعر الدولار مرتبط بأجندتين، واحدة داخلية وأخرى خارجية، وفي هالفترة الأخيرة عندما ارتفع إلى 150 ألف دينار عراقي كان بسبب فعل الأجندة الخارجية. هنالك مراقبة من البنك الفيدرالي الأمريكي على بعض البنوك التي تدخل في موضوع مزاد العملة، لذلك هنالك حقيقة فيتو على بعض هذه البنوك التي حرمت من دخول مزاد العملة، لذلك يعني نزلت مبيعات البنك المركزي العراقي الى النصف، مما يعني ساهم بشح العمله الصعبه في الاسواق المحليه، فصار طلب على يعني اصبح طلب عليها كبير بسبب هذه السلوكيات التي جاءت معها الاجهزه الخارجيه. وايضا هنالك بعض المضاربين في العمله في الداخل العراقي، يعني هنالك اليوم توجه لدى اغلب الناس بان تكون يعني مدخراتهم من الدولار والذهب، لذلك راينا ارتفاع هذين العنصرين، الذهب ارتفع في الاسواق العراقيه والدولار الامريكي ايضا ارتفع في الاسواق العراقيه بفعل هذه المضاربات التي لم تخضع الى مقاييس اقتصاديه حقيقيه. فضلا عن ذلك هنالك بعض السياسات الاقتصادية الهامشية التي حقيقة باحت لهؤلاء بالمضاربات الخاطئة، والنتيجة كانت ارتفاع في سعر صرف الدولار الذي تضرر من المواطن كثيرا. كنا نعيب على حكومة السيد مصطفى الكاظمي السابق أنه قد تلاعب كثيرا وقد ارتفع سعر صرف الدولار من 122 دينار إلى 149 أو 145 في فترة ما، لكن اليوم عندما يرتفع ويكسر حاجز 150 ألف دينار هنا يجب أن نقف أمام حكومة السيد السوداني ونرى ما الذي يجري. بعد أن ذهبنا إلى المراكز البحثية والتقينا ببعض المفاصل الاقتصادية تبين لنا أنه البنك الفيدرالي الأمريكي مسؤول مسؤولية مباشرة ومهمة عن ارتفاع سعر الصرف الأخير للدولار الأمريكي في التعامل بالعملات الأجنبية في الداخل العراقي. أجدد ترحابي بحضرتك أستاذ علاء الفهد. نتحدث عن سعر الصرف بعد تراجع نسبي لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، عادة الأسعار لتحلق عند المعدلات الحالية اللي أشار لها سيد العبودي. بسم الله الرحمن الرحيم، وجه التحية لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناة الأيام. حقيقة ما يحدث اليوم من تضاربات نتيجة أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع سعر الصرف هي لعدة أسباب. السبب الرئيسي هو العرض والطلب والتوقعات المتشائمة بعدم تغيير سعر الصرف وفق البيانات التي صدرت من الحكومة والبنك المركزي بأن موازنة 23 لم يكن فيها أي تغيير على سعر الصرف. والسبب الآخر أيضا أنه إحنا في كل سنة نهاية سنة شهر 12 يصير طلب على الدولار نتيجة التحويلات الخارجية من داخل العراق إلى خارجه إلى الخارج، كون أنه أكثر العراقيين يعيشون في بلدان أخرى ويحتاجون إلى تحويلات مالية عن طريق إيجارات أو عن طريق أملاك وأمور أخرى، وأيضا موسم أعياد يصير طلب متزايد على الدولار بسبب السفر وغيرها، فتصير حركة بزيادة الطلب على العرض. هذا جانب. الجانب الآخر كان خلال الأشهر السابقة عندما استلمت حكومة السيد حمد الشياع السوداني الكل كان يتوقع أنه سيتم تغيير سعر الصرف، لأنه كانت له بيانات وتغريدات سابقة أنه ضد رفع سعر الصرف، لذلك كل الذين مدخراتهم بالدولار بدأوا يبيعون الدولار ويحصلون على العملة المحلية توقعا منهم بأنه سيتم تخفيض سعر الصرف وبالتالي ستكون لهم مكاسب من هامش التغيير، لكن حدث العكس وبالتالي الحكومة أعلنت أنه لا تغيير في سعر الصرف، مما شكل زيادة جديدة على الطلب، كون أنه الكتلة الكبيرة من العملة المحلية والأجنبية هي خارج نطاق المصارف، هي مدخرة في البيوتات، وبالتالي هذا التغيير مثل ما ذكر الأستاذ ضيفك الكريم أنه أغلب العراقيين مدخراتهم بالدولار أو بالذهب من ناحية الثقة والاطمئنان، هذا أثر بشكل مباشر على زيادة الطلب بشكل كبير جدا. أيضا الأسباب الخارجية اللي ذكرت أنه البنك الفيدرالي الأمريكي وتحفظاته على بعض المصارف وما أثيره أنه هناك تلاعب في مزاد العملة ومصارف تدخل دون أن تكون لها حاجة، طبعا هذه المسألة أثرت بشكل مباشر على تذبذب سعر الصرف في العراق. طيب سيم، يعني بالإضافة لما تفضل به أستاذ علاء الفهد، نتحدث عن الأسباب اللي أدت لهذا الارتفاع، هو منع البنك المركزي من تهريب العملة ومن الدخول أيضا إلى مزاد بيع العملة، وهذا ما أدى إلى تقليل العرض من المبالغ المالية. طيب
العرض والطلب هل هو سبب رئيسي أم أن هنالك أسباب أخرى من الممكن تتدخل بها الحكومة وتحافظ على سعر الصرف؟ سيد الكريم، طبعا للأسف الشديد هنالك أكذوبة تم ترويجها في فترة السيد مصطفى الكاظمي عندما قالوا أنه رفع سعر صرف الدولار الأمريكي هو للحيلولة دون تهريبه إلى خارج العراق. حقيقة أن هذه أكذوبة أرادوا بها أن يعبروا بهذه الزيادة التي طرأت على سعر الصرف. اليوم سيدي الكريم، يعني أنا أعتقد أنه بإمكان حكومة السيد محمد شياع السوداني أن تعيد الصرف مرة أخرى وإن خلت الموازنة من هكذا تسمية. ربما هنالك بعض الخبراء الذين يتنبؤون بحجم الاقتصاد العراقي الذي من الممكن أن يضطرب فيما إذا بقى سعر صرف الدولار في هذا المستوى أو ربما يعبر إلى حاجة أكبر. لكن سيدي الكريم، أعتقد أنه المنظمات، منظمة الشفافية أولا، وبعض الحقيقة المنظمات الاقتصادية وبعض الخبراء الاقتصاديين قد وضعوا هيكلة للدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي من الممكن أن تستفيد منه الدولة في مرحلة لاحقة، باعتبار أنه الدينار العراقي من الممكن يكون أقوى من هذه الفترة حتى لا يتضرر المواطن. حقيقة في هذا الصعود وهذا الهبوط المتضرر الوحيد هو الشعب العراقي الذين رفعوا سعر الصرف من 122 ألف إلى 145. حقيقة رادوا الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من هذه العملة، وقد حقيقة يعني سمعنا تسريبات إعلامية تقول أن هؤلاء يعني لمدة أسبوع كامل كانوا يدخلون مزاد العملة يشترون الدولار ب 122 ألف دينار ويبيعوه في الأسواق المحلية ب 145 ألف دينار العراقي، مما يشكل ثروة عملاقة وكبيرة أدخمت جيوبهم وأرهقت المواطن العراقي. لذلك اليوم سيدي الكريم، الحكومات المتحضرة والتي تحاول المحافظة على أبناء شعبها أن تحاول دعم اقتصادي بأي شكل من الأشكال. إذا ما عرفنا السيد محمد شياع السوداني في برنامجه الحكومي قال أنه الاقتصاد ركيزة هذا البرنامج، لذلك نعتقد أنه على حكومة السيد السوداني التعامل بجدية مع المتغيرات أي طرات في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة العراقية. بهذه الحالة أعتقد أنه سوف يرفع الحيف عن المواطن العراقي، وأعتقد سوف يشعر المواطن العراقي هنالك منجز قد تحقق على الأرض، لكن أن يبقى الدولار بهذه الطريقة وأن يقفز مرة أخرى لل 51 و 52 أعتقد هذا يعني سوف يرهق المواطن أكثر من الإرهاق الذي يعانيه. وحقيقة يعني تدخل هذا الإرهاق في موضوع غذائه، يعني السلة الغذائية قد تأثرت كثيرا بهذا التذبذب في سعر الصرف. فضلا عن ذلك أنه هنالك اليوم شركات أجنبية تريد أن تقوم بعمل في الداخل العراقي، عندما ترى هنالك اقتصاد رخ وهنالك من يتحكم برفع سعر الصرف الدولار مقابل العملة المحلية، أعتقد سوف هذه تكون يعني نقطة سيئة تسجع على العراقيين، باعتبار أن هذه الشركات تريد استقرار للاقتصاد العراقي بنسبة معينة حتى من الممكن أن تقيم مشروعاتها التي دعا لها السيد محمد شياع السوداني، والتي اليوم تعتبر حقيقة العراق يعني سوق مفتوحة أمام الاستثمارات وبيئة يعني جيدة للاستثمار في الساحة الاقتصادية العراقية. طيب أستاذ علاء، تفضل سيد العبودي بأن تذبذب سعر صرف الدولار أدى إلى ارتفاع المواد الاستهلاكية، بالتالي المتضرر الأكبر هو المواطن العراقي. هل من مسالك من وجهة نظر اقتصادية تأخذها الحكومة وتتبناها على عاتقها حتى على أقل تقدير تحافظ على المستوى المعيشي اللي يتمتع به المواطن البسيط، الموظف، أصحاب الحرفة التي غير مرتبطة بارتفاع الدولار وتأثير سلبي يحدث لهم؟ في كل دول العالم تسعى الحكومات إلى تحقيق الأمن الغذائي بدرجة الأساس. نعم. يعني كان عندما اتخذ قرار في زمن حكومة السيد الكاظمي برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، كانت الطبقة الفقيرة والمتوسطة هي الأكثر ضررا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تشكل بنسبة 25 إلى 30%، وأيضا الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، إلى هذا طبعا تأثير مباشر كان الاتجاه والتعويل على مفردات البطاقة التموينية وزيادتها وتوزيعها بالشكل الصحيح لحماية هذه الطبقات، وأيضا زيادة المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، هذا جانب. الجانب الآخر سياسة التشغيل. اليوم لو كانت هناك فرص عمل وسياسة تشغيل وفرصة عمل للقطاع الخاص، ربما لا يشكل ارتفاع الدولار قلق على المواطن العراقي إذا كانت هناك دخول وفرصة عمل. لكن المشكلة اليوم أغلب الأعمال
الخاصة متوقفة والقطاع الخاص معطل، وبالتالي أي ارتفاع ولو بنسبة قليلة جدا سيؤثر على الدخل الحقيقي للمواطن وعلى المستوى المعيشي، نتيجة أنه هناك ارتفاع بنسب البطالة وارتفاع بنسب الفقر اللي وصلت في بعض المحافظات أكثر من 50%، وبالتالي أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وفي أسعار الدولار سيؤثر بشكل كبير لارتفاع مثلا الأدوية والارتفاع الحاجات الأساسية، هذا أكيد له تأثير مباشر على معيشة المواطن. كحكومة من قبل إجراءاتها كان هناك لقاء لسيد رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، زيادة منافذ بيع العملة عن طريق البيع بشكل مباشر لمكاتب الصيرفة والمواطنين الذين لديهم عمليات يحتاجون إلى الدولار بشكل مباشر، هذا طبعا له تأثير بتقليل وتفكيك العصابات المضاربة والجهات المتنفذة على مزاد العملة اللي تستحوذ على الحصة الأكبر من مزاد العملة، وبالتالي يكون متاح لدى الجميع. وطبعا نتوقع كاقتصاديين أنه هذا الارتفاع لن يستمر ولن يدوم طويلا بعد إقرار الموازنة وأيضا الاستقرار الاقتصادي في العراق، خلال شهر أو شهرين ستعود أسعار سعر الصرف إلى ما كانت عليه قبل هذا الوقت. طيب يعني هنا بهاي الحالة راح يدخل البرلمان على الخط أستاذ قاسم، يعني تأكيدات نيابية على ضرورة أن تمارس الحكومة دور الأمن الاقتصادي حتى نتجنب أنه هذه الأمور السلبية أو استخدام التجار لهذا الارتفاع والتحكم بقوت المواطن، فضلاً عما تفضلت به قبل قليل من المشاريع الاستثمارية والشركات الأخرى، ولكن خلينا في قوت المواطن البسيط. هل من الممكن أن يكون هنالك ضغطاً برلمانياً على الحكومة لتحقيق هذا الأمن الاقتصادي؟ أنا أتوقع أن يكون هناك ضغط حقيقي يعني من اللجان المالية في البرلمان العراقي وحتى باقي النواب، يعني باعتبار أنه الموضوع له مساس بقوت المواطن الذي هو صوت للنائب في مرحلة لاحقة، يعني كل يريد أن حقيقة ينجح ويفوز بالانتخابات القادمة، فربما بعضهم يعتبر أنه هذا المنجز يعني تطبيل انتخابي أو ترويج انتخابي، خلينا نقول بمعنى مهذب أكثر، ترويج انتخابي باعتبار أنه بحاجة إلى صوت المواطن، لكن المواطن عندما يعني يستهلك بهذه الطريقة برفع سعر صرف الدولار ويعني سلة الغذائية قد تأثرت كثيرا بهذا الفعل، أعتقد سوف يعزف عن الذهاب إلى صندوق الاقتراع وسوف يقاتل العملية الانتخابية باعتبار أن نواب الشعب لم يقدموا له ما يستحق. لذلك أعتقد بإمكان يعني الطبقة السياسية أن تضغط بشكل كبير على الحكومة وعلى مفصل البنك المركزي تحديدا باعتبار أنه متعلق موضوع صرف الدولار بهذه المؤسسة المالية. لذلك أنا برأيي أعتقد سوف يعني ينزل سعر صرف الدولار في الأيام القادمة باعتبار اليوم لدينا سنة مالية ونهاية السنة حقيقة مالية، فأعتقد سوف تغلق بعض المصارف وسوف هناك جرودات مالية لبعض الحسابات، كل هذه حقيقة هي يعني تصب في عملية ارتفاع سعر الصرف، لكن عندما نعبر للسنة القادمة أعتقد سوف يكون هنالك تدني بسعر الصرف، وأعتقد أنه على الحكومة أن تراقب السوق مراقبة كبيرة باعتبار أنه كل الملفات مرتبطة مع بعضها، يعني شنو قيمة أنه ينزل صرف الدولار لكن تبقى السلع الأساسية يعني مرتفعة، يعني بطن الزيت، التبن، الدقيق، الغيره من الأشياء السلع الأساسية للعائلة العراقية، إذا بقت مرتفعة بلا مراقبة للسوق أعتقد أنه حتى وأن نزل سعر صرف الدولار فإنه سوف لن يؤثر كثيرا وسوف لن يرفع الحيف على عن المواطن الذي كما أسلفنا لقد تضرر كثيرا بسبب السياسات المالية الطائشة التي مارستها بعض الماضيات في الحكومات السابقة، وكان أسوأها حقيقة حكومة السيد مصطفى الكاظمي الذي أثقلت المواطن كثيرا وقد ذهبت بكل جهوده حقيقة تصورات الموظفين من الطبقة الوسطى بعملية رفع سعر صرف الدولار عندما قالوا سوف ننزل رواتب الموظفين، يعني أصبح ضجة في الشارع العراقي وقالوا لا لن نسمح بأن تنزل رواتبنا، فالتفوا على راتب الموظف برفع سعر صرف الدولار وأصبح قيمة الراتب المعطى للموظف لا يسد رمقه خلال 30 يوما. لذلك نعتقد أنه من مصلحة الطبقة السياسية اليوم أن تضغط على الحكومة العراقية من أجل خفض سعر صرف الدولار، لأنه الفائدة سوف تعم لجميع الشعب العراقي.
يا ريت استاذ علاء توضح لنا في قضيه معينه اللي هي ما تحذر به وزاره الخزانه الامريكيه او تضع على القائمه السوداء بعض المصارف سواء الاهليه هي الحالات المرصوده والبنك المركزي عندما يصدر بيانات بايقاف التعامل مع بعض المصارف ويشخصون بان هنالك نظام التحويل سويفت هو يجب ان يتبع باشبه بالنظام العالمي بما يتطلب تفاصيل دقيقه من هذه المصارف، هذا شوي بها غموض، هل هذه المساله هي من تسببت في ارتفاع هذا السعر ام انها من الممكن ان تكون عامل استقرار لسعر الصرف؟ اكيد هذه هي من الاسباب المهمه، لان هذه المصارف وخصوصا الاهليه منها تعمل بضبابيه وعدم وضوح، كونها لا تشترك اليوم بعمليه الاستثمار والتنميه. مصارف أهلية موجودة تحتاج على مزاد العملة ويشوبها الكثير من علامات الاستفهام، كون أنه عملها غير واضح، أنه مجرد أنه تدخل إلى مزاد العملة تبيع، ويعتقد البعض أنها مصدر لتمويل العملة الصعبة وتهريبها إلى خارج العراق. طبعا هذه مشكلة كبيرة جدا تؤدي إلى استنزاف النقد الأجنبي والعملة الأجنبية، وبالتالي هذه الإجراءات وتجديدها، وحتى كانت هناك دعوة من قبل البنك المركزي أنه لا يتم أي تحويل مالي للمستندات الخارجية الخاصة بالتوريدات يكون بشكل مباشر دون أن يمر بعملية الوساطة بنوك وسيطة. مشكلتنا اليوم أن البضائع تأتي من 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 مناشئ مختلفة للعراق، لا يتم التحويل إلى دولة اللي يتم من عندها الاستيراد بشكل مباشر، إنما عن طريق بنوك وسيطة يا أما في دبي أو في إسطنبول أو في عمان. فهذا طبعا إلى تأثير أنه هناك ثقوب سوداء من الفساد والتهريب تستحوذ على جزء كبير من هذه العملة المحولة، بحيث أنه لا تذهب إلى المشتريات بشكل مباشر. ولو قارنا بين حجم البضائع التي تدخل إلى العراق وقيمتها وبين التحويلات الخارجية سنلاحظ أن هناك فرقا كبيرا، وحتى على مستوى الإيرادات الضريبية والجمركية لو كان أنه ما يقاس من تحويلات خارجية يخضع إلى التحويل الجمركي بالدرجة الأساس في البداية استقطاع أو ضرائب، سنلاحظ أنه هناك اختلاف كبير ومبالغ كبيرة كان من الممكن أن تأتي إلى كإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة، لكن تذهب إلى جهات مجهولة. وكان قبل فترة عندما أعلنت هيئة النزاهة وعبر وسائل الإعلام أنه صفقات بأعداد أجهزة مثلا أجهزة التلفزيون اللي داخل العراق وأعدادها وقيمتها، صفقات لشراء مواد غذائية بأسعار خيالية ومبالغ كبيرة جدا، هذا به النوع من المبالغة والمغالاة لتهريب العملة. هذا طبعا يتبع أنه السياسة الحكومية بضبط إيقاع الاستيرادات من جهة، أن تكون هناك أتمتة الكترونية، وهذا طبعا ما تدعو له وزارة المالية باستخدام الأتمتة في المنافذ الحدودية والجمارك، وأيضا مراقبة الأموال اللي يتم، وهذا طبعا عبر الخزانة الأمريكية وعبر أيضا البنك المركزي سيتم السيطرة على هذه المبالغ دون أن تذهب إلى تهريبها إلى خارج العراق. طيب أستاذ قاسم، يعني ما يتفضل به السيد الفهد يرتبط ارتباط مباشر بالملف الأول وما تناولناه من يعني هذه الحواكم الإلكترونية والأتمتة بين منافذ الحدودية، وتحدث الفهد عن الثقوب السوداء في الفساد، يعني عندنا أموال تتحول حوالات خارجية في سبيل تأتينا بضائع، كم الأموال لا يساوي البضائع الداخلة، وهنا عندنا أموال ضائعة، غسيل أموال، تبييض أموال، هذا الموضوع شلون نقدر نحد من عنده؟ أعتقد يعني إيكار الموضوع إلى الجهات الرقابية كفيلة حقيقة بالحد من هذه الظاهرة البشعة التي حقيقة استشرت بشكل كبير. يعني اليوم هنالك لدينا سلسلة مطاعم كبيرة، هناك لدينا مولات كبيرة، أنا برأيي أعتقد هذه المشاريع حقيقة الاقتصادية هي عمليات، بعضها طبعا وليس الكل، بعضها عمليات غسيل أموال. يعني هؤلاء عندما يأتون إلى العراق لفتح اعتمادات مصرفية لدى البنوك أو البنك المركزي، يعني هنالك أسئلة تطرح أمام هؤلاء، فيضطرون إلى إنشاء بعض المشاريع الاقتصادية التي من خلالها من الممكن أن تتم السرقة. لذلك يا سيدي الكريم، يعني بجهود جميع الأبناء العراق الشرفاء
بجهود القضاء العراقي والجهات الرقابية، بدعم مباشر من السيد محمد شياع السوداني لهذه المفاصل الرقابية، من الممكن أن نحد كثيرا من عمليات الهدر في المال العام الذي حقيقة الصادر من عنده لا يتلائم بأي شكل أشكال مع البضاعة الواردة إلينا، وقد أعلنت أكثر من جهة رقابية في الموانئ وفي المطارات وحتى في الحدود البرية أنه هنالك دخلت بضائع تساوي يعني قيمة قليلة أمام المبالغ الخارجة خارج العراق. لذلك نقول يا سيدي الكريم بإمكان الدولة أن تضع يدها على هذه المفاصل وأن تدعمها وأن تدعم الناس الخيرين القائمين على هذه المفصلية الخاصة بعمليات تحويل الدولار إلى خارج العراق. حقيقة وصل الأمر يعني هنالك بعض الجهات تتفنن في عملية تهريب العملة، يعني في فترة ما سوقوا أنه رفع سعر صرف الدولار من أجل عدم تهريبه إلى خارج العراق، لكن اليوم نرى على التهريب على قدم وساق، وهنالك مشاريع في العلن يعني ليس في الخفاء، هنالك بعض المولات وبعض الأسواق الكبيرة وبعض الفنادق قد تم إنشاها من أجل تبييض هذه الأموال ومن ثم سرقتها بطريقة أخرى. لذلك يعني المطلوب يعني وقفة جادة، واليوم يعني كما أشار السيد محمد شياع السوداني أنه حكومة إصلاح، فواحدة من أبواب هذه الإصلاح التي يجب على السيد السودان طرقها وفتحها بقوة عملية غسيل الأموال التي تجري نهارا وبمراعاة بعض الجهات السياسية المشرفة والحامية لبعض الذين دخلوا في عمليات سرقة أموال الشعب العراقي بهذه الطرق البشعة. أشكرك شكرا جزيلا السيد قاسم العبودي عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أثرت الحوار في ملفين، وشكر كثير لحضرتك أستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي على هذه الإثراءات المعرفية والاقتصادية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.